السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الخامس العلمي بفرعي الأحياء والتطبيقي نلتقي بكم بدرس جديد الذي يتضمن حل الأسئلة المتعلقة بالفصل الثاني المتمثل بقوة الترابط بين الأشكال الهندسية للجزيئات هذا الفصل الثاني مشترك لكل الفرعين الأحياء والتطبيقي نأتي سوية نبذة مختصرة حول هذا الفصل قبل البدء بحل ومناقشة أسئلة هذا الفصل قوة الترابط والأشكال الهندسية للجزيئات سمت هذا الفصل أي أن هذا الفصل له علاقة في التهجين والشكل الهندسي وله علاقة بأنواع الأواصر التي تم شرحها سابقا في دروس ماضية أنواع الأواصر كان هنالك عدة أنواع من الأواصر أهمها الآصرة الأيونية والآصرة التساهمية التي بدورها تقسم إلى آصرة تساهمية نقية وآسرة تساهميه مستقطبه قطبيه، وآسرة تساهميه تناسقيه تعاضديه، وكاصره فلزيه والى اخره، وكان الاعتماد على تنوع هذه الاواصر بالاعتماد على طبيعه الذرات العناصر المشتركه والمساهمه في تكوين هكذا نوع، لذلك اعزائي الطلبه ناتي سويه الى مناقشه التعاليل العائده لهذا الفصل والمتمثل بالسؤال الاول. نقرأ التعليل سوية ثم بعد ذلك نأتي إلى مناقشة هذه الأسئلة وذلك بالاعتماد على كل فرع طبعا هذا السؤال الأول يتضمن التعاليل ومشترك لكل الفرعين لحيائي والتطبيقي السؤال الأول علل كل مما يأتي أولا درجة غليان الماء أعلى من درجة غليان غاز كبريتيد الهيدروجين ما السبب في ذلك؟ نرجع في الاصل الى طبيعه الاواصر التي تربط هذه الذرات بعضها بالبعض الاخر، فعلى سبيل المثال لو اتينا الى الماء صيغه الماء اعزائي الطلبه H2O عند ملاحظه الصيغه الجزيئيه للماء نلاحظ انها مؤلفه من كل من ذرتي الاكسجين والهيدروجين، اي ان الماء يكتب بهذه الصيغه هذه ذره الهيدروجين الاولى وهذه ذرة الهيدروجين الثانية وعند كتابة ايضا جزيئة اخرى ايضا تتضمن جزيئة الماء التي يتم كتابتها على الصيغة المبينة امامك ولو تم رسم جزيئة ماء اخرى ايضا مبينة امامك مكونة من ذرتين من الهيدروجين وذرة اخرى من الاكسجين نلاحظ هنالك فرق في الكهروسلبية ما بين الأكسجين الذي يحمل شحنة سالبة وما بين الهيدروجين الذي يحمل شحنة موجبة أي هنالك قوة ترابط تربط ما بين الأيونات التي تحمل شحنة جزئية سالبة والعائدة للأكسجين والشحنة الجزئية الموجبة للهيدروجين وكذلك الحال للجزيئة المقابلة الأخرى نفس العملية أي أن هنالك نوع من الآسرة نشأت ما بين جزيئة الماء هذه الأواصر دي أمامك عزيز الطالب الموجودة في الخط المتقطع تدل على الآصرة الهيدروجينية حيث نلاحظ أن الآصرة الهيدروجينية تمثل هي آصرة تنشأ ما بين الهيدروجين كطرف أساسي إضافة إلى ذرة أخرى تمتاز بالكهروسلبية العالية هذه هنا يكون لك فرق في الكهرباء السلبية ما بين الهيدروجين العائد لجزيئة ما وكذلك ذرة الأكسجين العائدة للجزيئة الأخرى فتنشأ ما بينهما آسرة نطلق عليها بالآسرة الهيدروجينية أما s اعزائي أعزاء الطلبة H2S نلاحظ أنه لا يمكن أن تترابط هذه الجزيئات بعضها بالبعض الآخر بآصرة هيدروجينية نتيجة اختلاف قوى الكهروسلبية الناشئة بين كل ذرة لذلك أعزائي الطلبة الإجابة على هذا التعليل سيكون بشكل التالي بعد ما رسمنا هذه الجزيئة وبينا طبيعة الأواصر التي تنشأ بينهما سوف نأتي إلى كتابة جواب هذا التعليل الإجابة المختصرة علما أن هذا السؤال مشترك لكل الفرعين الإحيائي والتطبيقي. إذا نأتي سوية أعزائي الطلبة إلى كتابة الإجابة حول هذا التعليل. أعزائي الطلبة نأتي إلى الإجابة. جواب رقم واحد أعزائي الطلبة بسبب بسبب ارتباط ارتباط جزيئات جزيئات الماء مع بعضها بأواصر هيدروجينيه وتكوين سلاسل تحتاج الى طاقه عاليه سلاسل عاليه تحتاج الى طاقه عاليه للغليان بينما لا توجد مثل هذه الأواصر بين جزيئات كبريتيد الهيدروجين المتمثل ب H2S لذلك أعزائي الطلبة التعليل هذا هو الجواب اللي نموذجي والمختصر بسبب ارتباط جزيئات الماء بعضها بالبعض الآخر بواسطة أواصر هيدروجينية حيث توجد قوة ترابط بين هذه الجزيئات نتيجه الاختلاف القطبيه بين الاكسجين والهيدروجين ونلاحظ ان هذه الميزه لا توجد بين جزيئات كبريتيد الهيدروجين. لذلك هذه الاجابه بسبب ارتباط جزيئات الماء مع بعضها البعض باواصر هيدروجينيه. ننتقل اعزائي الطلبه الى تعليل اخر المتمثل ايضا بالمشترك ننوه الى نقطه جدا مهمه ان هذه التعاليل مشتركه ايضا لكلا الفرعين الاحيائي والتطبيقي. اذا اعزائي الطلبه التعليل الاول تضمن خلاصته انه وجود الآسرة الهيدروجينية بين جزيئات الماء التي ترتبط بعضها بالبعض الاخر هو الذي يميز بارتفاع درجة الغليان بالنسبة للماء وهذه الصفة غير موجودة في كبريتيد الهيدروجين. ننتقل الان الى التعليل الاخر اعزائي الطلبه نقراه سوية جزيئ كلوريد الامونيوم اعزائي الطلبه يحتوي على أواصر جزيء كلوريد الأمونيوم يحتوي على ثلاثة اواصر تساهميه قطبيه وتناسقيه ايونيه اذا اعزائي الطلبه هذه بالنسبه لهذا التعليل يجب رسم جزيئه كلوريد الأمونيوم لبيان طبيعه الأواصر التي تربط ذراتها بعضها بالبعض الآخر بالنسبه ان صيغه NH هذه طبعا بالصيغه هنا أنا بس لحظه الجزيئات، نعم جزيئات جزيئات NH4Cl، هنا يتم توزيع الذرات بالشكل التالي، هنا ذرة النيتروجين مرتبطة بالهيدروجين الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهنا أعزائي الطلبة ذرة الهيدروجين الرابعة، نلاحظ أنه هذا الأيون يمكن تمثيله بالشكل التالي نلاحظ انه يحمل شحنة موجبة زائد سي ال سالب لو نظرنا الى هذا هذا الايون بالنسبة لنا بعد تاينه هي NH4 موجب والكلور السالب نوضح طبيعة الاواصر التي نشأت بينهما فنلاحظ ان طبيعة الاواصر هنا اعزائي الطلبة هي آصرة تساهمية آصرة تساهمية نشأت ما بين الناتروجين والهيدروجين أما الآسرة أما الآسرة هنا آسرة تناسقية الآسرة التناسقية أعزائي الطلبة هي الآسرة التي تنشأ ما بين ذرتين إحداهما واهبة والأخرى مكتسبة تم هبة الزوج الإلكتروني إلى الهيدروجين فنشأت بينهما آسرة تناسقية أما الآسرة اللي أمامك عزيز الطالب الشحنة الموجبة العائدة للأيون الأمونيوم والكلور السالب آسرة تكون أيونية إذا أعزائي الطلبة طبيعة الأواصر بين هذه المركب المتمثل بـ NH4Cl ثلاثة منها آسرة تساهمية وآسرة تناسقية واحدة وآسرة أيونية نشأت ما بين أيون الأمونيوم وما بين الكلور السالب إذن أعزائي الطلبة هذا الجواب النموذجي المتعلق بالتعليل الثاني اعزائي الطلبه. ننتقل سويه الى التعليل الاخر، لكن نهيئ الصبورة اول مره ثم بعد ذلك ناتي الى مناقشه التعليل الثالث. لذلك اعزائي الطلبه يفضل عند الاجابه ذكر الصيغ الجزيئيه والتركيبيه لبيان نوعيه الاواصر. نقرا التعليل سويه اعزائي الطلبه، لكن قبل كل شيء يجب الانتباه الى قراءته بشكل صحيح. ثالثا الزاوية بين الأوربيتالين المهجنين SB2 في جزيئة C2H4 تساوي 120 سيليز هذا بالنسبة لنا درجة فعندي الجزيئة الأمامك الأثيلين الأثيلين أعزائي الطلبة جزيئة الأثيلين C2H4 هذه لو جئنا إلى رسم الصيغة لهذه الجزيئة نلاحظ انه مؤلف من ذرتين كربون كل ذرة ترتبط بذرتين هيدروجين هذا الموضوع اخذناه في موضوع التهجين ونظرية تنافر ازواج الكترونات التكافؤ هنا الاسرة من نوع سيجما وهنا الاسرة باي الزاوية بين المحاور هنا الزاوية 120 لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك انه اصل المحاور تحتوي على ثلاثة أواصر الإجمالي 360 درجة، على من؟ على ثلاث أواصر الإجمالي يساوي 120 شنو درجة، لذلك أعزائي الطلبة السبب هو لأن الذرة المركزية المهجنة أوربيتالاتها من نوع SP2 تكون ثلاث أواصر تساهمية وتكون الذرة المركزية بس هذه المركزية بس هذه نوضحها الذرة الذرة المركزية، الذرة المركزية في مركز مثلث متساوي الاضلاع للزاويه لذلك اعزائي الطلبه تم قسمه المقدار 360 على 30 الزاويه هي 120 نلاحظ هذه الزاويه الاولى ثم هذه الزاويه الثانيه وكذلك لذلك اعزائي يجب توضيح الشكل الهندسي للجزيئه قبل الاجابه على هكذا نوع من التعليل لانه نعم هذه عبارة عن ذرتين كربون لو أخذنا ذرة كربون واحدة يتم ملاحظة وجود المثلث المستوي الذي يتميز بأنه الزاوية بين المحاور بين المحاور هذه بالنسبة لنا تعتمد بالدرجة الأساس على طبيعة الآصرة ننتقل إلى التعليل الآخر أعزاء الطلبة المركبات الأيونية لا توصل هذه طبعا تنتبه لا توصل الكهربائية في حالتها الصلبة، لكن من صهراتها ومحاللها في الماء جيدة التوصيل أعزائي الطلبة، بصورة عامة، المركبات التي تتميز بوجود الأصل الأيونية تتميز بأن جزيئاتها متراصة، أي إنها غير حرة الحركة لكن عند إذابتها في الماء، تكون حرة الحركة، ويؤدي ذلك إلى عملية التوصيل نتيجة كسر الأصر الأيونية في الشبكة البلورية وتصبح الالكترونات حرة الحركة اذا الجواب هذه النقطة الرابعة أعزائي الطلبة النقطة الرابعة الجواب في الحالة الصلبة تكون الالكترونات مقيدة فلا توصل الكهربائية لكنها عند الإذابة تكون أيونات موجبة وأخرى سالبة حرة الحركة نحو الأقطاب المعاكسة 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 العفو هنا المعاكسة المعاكسه لشحنتها فتوصل فتنقل او فتوصل او تنقل الكهربائيه هذه آه تنقل او تنقل او عمليه تنقل التوصيل ما بين الكهربائيه اذا اعزائي الطلبه هذا الجزء الاول قد اكتمل امل اللقاء بكم جزء اخر ان شاء الله دمتم في حفظ الله